مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، ارحب فيكم حلقة جديدة من مشوار. مشوارنا اليوم ما راح يكون أرضي، راح يكون بالسماء، تابعونا. بار لزيم حياك الله، مساك الله بالخير. الله يسلمك، ما عليك زود، الله يسلمك، يعطيك العافية. يعافيك، باخذ معاك مشوار ومشوارك في هذه الهواية أو هذه الرياضة. رياضة أو هواية غريبة اللي نعرفه، الواحد يروح إلى رياضة شوية أرضية، أنت رحت حق رياضة بالسماء. والله من أحلى الهوايات، وأنا كنت أتمناها من أنا صغير، وكنت كله أشوف طيائير، فالشيء طبيعي بالإنسان أنه وده يجرب شيء جديد. هو الواحد وده يجرب كل شيء، بس مرات يكون في شيء رادة يقولك والله ها كنا فوق، يبدأ صح يخاف. الخوف هذا شيء طبيعي بكل إنسان، صح موجود، لأن إحنا مولدنا على الأرض، فيعني هذا شيء أساس عدل. فعشان كذي أنت شنو اللي خلاك تتجه حق هذه الهواية؟ شلون بلشتها؟ في أحد قال لك عنها؟ أي والله، رفيجي حسين، كابتن حسين المزيدي، كان ويانا بالفريق. حلو. وهو اللي دلاني طريق، ودربت بالطيران أول مرة واستأنست على الوضع. إيش كثر خذ منك تدريب؟ تدريب خذ مني أقل من شهر. أقل من شهر؟ 3 أسابيع. ما بين طبعا نظري وعملي. أي نعم. عشان تأخذ الليسن. عدل. عدل؟ عدل. في اختبارات حق الليسن؟ في اختبار. بعد التدريب يكون الاختبار؟ لازم اختبار. الاختبار شنو؟ انك تطير؟ اختبار انك تطير بروحك، ايه؟ وانك تنزل بروحك، وانك تطفي كنا طايفه طفي الماكينه بروحها، خربانه يعني، اختربت. حلو. انا اللي اعرفه طاهر ان هذه الهوايه وفي اكثر من نوع للطيران. عدل. عدل؟ اي، في البراموتر، في الترايك، في الدلتا. حلو. وفي يعني انواع ثانيه بس انا ماني عارفهم الحين. انت اي نوع تخصص فيه؟ انا الترايك نفسه، الباور باراشوت. والباجين ما جربته؟ ما جربته، بس كنت اتدرب عليهم بالتدريب الارضي، تدربت عليهم، لازم عشان ايدي تاخذ على الوضعيه. جربتهم؟ اي تدربت عليهم بس جراوند، بس ما اي يسمونه رفع الجناح، ونفس طريقه رفع الجناح. ما ايه. حبيت لا ما حبيت اني انا اركض واطير وراي جنطه وفيها مروحه واتعب فيها، مع ان هذيك فيها بطولات وفي لها بطولات. عدل كلامك، حتى هذه فيها لها بطولات، بس ماكو شيء عندنا بالكويت في بطولات، كلها خارج الكويت. شاركت من قبل؟ لا ما شاركت. لا، في فكره موجوده عندك انك تشارك في بطولات؟ والله ان شاء الله. ولا بس انت ماخذها مجرد انه هوايه، انا حابها واني اطير بين فتره وفتره؟ انا ماخذها في البدايه كذي بس، ليه قدام اذا في مجال وفتحوا لنا المجال ان احنا ندش ببطولات. حلو. والله راح نشارك، نرفع اسم الكويت و ندش بطولات. ونتوقعها ان شاء الله. ان شاء الله. ما حد عارضك انك تمارس الهوايه في البيت، الربع، الاهل؟ والله الاهل بالعكس كانوا مشجعيني، بالذات الوالده اكثر واحده شجعتني. معقوله؟ اي والله، احنا انا اتوقع ان يعاملونها ممكن معامله السيكل. لا، الوالده قالت لي والله بالعكس دش، وكانت هي يعني شاده حتى تبيني اخذ الليسن الطياره الخاصه يعني. حلو. اي فشجعتك انك تسوي. شجعتني. شيء حلو. وزي الربع؟ الربع في بعضهم اللي انا ليش اركبها، مجنون انا مثلا، الامور هذه. انت تقول لهم بالديوانيه تعالوا امشوا خلاص. اي في ناس اللي يبوا يركبون يعني يحنون نبي نركب، في ناس لا ماكو شغل اركب هذه. لو انت تقول له تعال يقول لك ما اركب. اي خلاص. مع ان انا اللي اعرفه ظاهر ان فيها امور سيفتي وامن وسلامه. عدل. وانتم تحرصون على هذه قبل كل طيارة لازم نشيك على الناس، ما يسمونها مينتنس كامل على الطياره نفسها. حلو. من البراشوت، من الاحبال البراشوت، من الماكينه نفسها، من كل شيء. في عندنا الكمبيوتر هذا قاعد يبين كل شيء بالماكينه. وسبحان الله ان صار شيء، احنا اللاندنج مالنا راح يكون لاندنج طبيعي حتى ان صار شيء بالماكينه. لو طفت عادي تنزل، عادي. انا كنت في باراشوت. اي فهي تنزل عن طريق الباراشوت سموث على هو من ضمن الاختبارات هو اللي يسوون لنا اياها، ان انت فوق فيقول لك فجاه طف، يقول طف. اي يقول لك طف، يلا انزل الحين، انا ابيك تنزل المكان اللي انا واقف فيه. مدرب طلال الفودري هو اللي دربني على الطريقه هذه. هذا اختبار؟ اي اختبار، هذا من ضمن الاختبار، ما يعطيك الليسن الا متاخذ. شو يطلع قلبك تطفي شو اسمه؟ اول مره ما سويته. ما سويته؟ طفيت بعدين رديت شغلت. كان يقول لي لا راح تسويها، ما تاخذ الليسن لين خذيت الليسن. ففي البدايه كان لازم الخوف موجود. شلون؟ الخوف موجود. يعني كني قاعد اقول لك دوس بالشارع مره واحده تطفي السياره. طفي السياره. ما يصير. اي وعير عيارك انك تصفط بالمصفط مثلا. حلو. راح استمر وياك طاهر، لكن من بعد هذا الفاصل. الله يعطيك. حياكم الله مره ثانيه مستمرين ومع الحبيب طاهر الهزيم. طاهر يعطيك العافيه. الله يحفظك. والحين اذا بتكلم معاك على بعد ما اخذت الليسن، في تدريبات معينه تصير بعدين ولا بس خلاص بما انه صار عندك الليسن تقدر تطير في اي وقت؟ هو تدريبات دائما تكون اول شيء بالبر من حيث الامن والسلامه. حلو. حق الامرجنسي لاندنج
حق الامور اللي ما تدري شو تصير لك. فهناك البر امن وسيله حق الطيران هناك. حلو. اي والمصرح حقنا هناك. هني تصريحنا يطلع من النادي العلمي بسامينا بشغلنا، بحيث ان رئيس الفريق قال والله فلان يطير لانه هو متمكن من المكان هذا، لان حلو. المكان هذا يعتبر شوي مثل درجه ثانيه يعني. نعم. مرحله متقدمه. حلو. فهني يبدي الكابتن يشوف طيراني اذا كان منتظم ملتزم وبالامن والسلامه وطيراني ممتاز، هني نقدر ناخذ موافقه من طيران المدني، من داخليه، من كله كتب عشان تاخذون التصاريح وتطيرون. عشان التصاريح عدل. حلو. كم ساعه تطيرون في اليوم تقريبا، ولا في الاسبوع خلينا نتكلم؟ عشان كل يوم تطيرون؟ احنا اعتمادنا كلي على الجو، حالنا حال الحداقه. الحداقه ما يطلعون الا مع الحداقه. تتابعون الارصاد الجويه على طول؟ اول باول. اول باول. الارصاد الجويه شيء اساسي. ننزل اكثر من برنامج، عندنا برامج الارصاد الجويه تابع الكويت، وعندنا حلو. برامج ثانيه تعطينا اوضاع اللي قدام يعني، حتى الساعات متقدمه. واهم الاجواء اذا تغيرت ما نطير خلاص، لان الابديت كل 6 ساعات. ف اي على طول متابعين خلاص، ما تطيرون. لكن بمعدل تقريبا اذا باليوم باليوم 4 ساعات. باليوم 4 ساعات. أي. اكثر شيء 4 ساعات، نقول 5 ساعات. اي طرنا من الساعه مثلا 3 أو 2 لساعه 6 5 ونص. تتحمل هي هذه الفتره؟ اي تحمل، لان الطياره هي مصممه حق الطيران، ونظامها اذا تعطل جزء من الماكينه عند الجزء الثاني، لان هي نظامين، نظام البستنين بس باربع بلاكات. والبنزين على طول. اي يفتح وياك؟ يفتح. الحين هذه الهوايه مكلفه ظاهر وايد. وايد. ف يعني شو اللي يحببكم دائما؟ انا اشوف الشباب تبارك الرحمن يروحون يدورون الاشياء المكلفه ويتجهون لها. ما شاء الله الكويتيين يتميزون بكل شيء. صح. اي وهني يعني عندنا الهوايات هذه وايد قليله، فهذه من الهوايات القليله، فانا حبيت اني انا اجربها واستانس فيها. وشيء يعني وايد يميزها انها طياره. في عليها اقبال من الشباب؟ وايد. بالنادي العلمي في وايد شباب يجون؟ في وايد يسألون، حتى هني بمكاننا واحنا نطير يسألوننا شنو هذه، شلون طريقتها، نبي نسجل عندكم، نبي نطير، نبي نجرب طيران. فبهالطريقه هذه هذه تصير وياكم دائما كل ما طرتوا كل ما طرنا لازم يجون الناس. 2 3 يسألون. اي مو 2 3، قول 10 بعد اكثر. اي كل مره نفس الطريقه. وانا اللي عرفته ان الطريقه سهله في التسجيل معاكم في الفريق. اول شيء لازم ياخذ ليسن، يتدرب وياخذ ليسن، بعدين يدرب ويا المدرب ماله، والمدرب ماله يقول له اوكي، بعدين هني يسجل بالنادي العلمي يكون ضمن الفريق. حلو. ونشوف امكانيته يعني. واحنا قلنا بمعدل انه يكون تقريبا شهر تدريب. تدريب شهر بس عشان الجو. تدريب شهر حق نفسه، بس حق الفريق لازم يكون سنه كامله يطير بالبر، او ما يعدل 4 شهور فتره الموسم اللي هو الشتاء والاجواء زينه. ان كان متمكن من الاوضاع يكون ويانا بالفريق. لازم نشوف طيران، اساس لازم نشوف طيران، ومو باماكن مهوله بالسكان. عدل. تكون في اماكن مفتوحه في البر. صح. حلو. الحين الخطه الجايه المستقبليه شنو؟ في شيء ببالك معين طاهر؟ حاليا ما في. لا الحين تركيزك كله بس انك تستمتع في الطيران. شكرا لك يا طاهر. بسلمك. اكيد وصلنا معاكم للختام في مشوارنا اليوم. مشوارنا كان مع طاهر الهزيم، لكن تابعونا دائما وابدا في مشوار.